أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ عمران من سوريا. خلينا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي عمران. أهلا وسهلا جاد، ومساء الخير للجميع اللي عم يتابعوا البرنامج اليوم. أهلا وسهلا فيك أخي عمران، أهلا وسهلا فيك. أخي عمران، قبل ما نبتدي قصتك مع الدين ومع الإسلام ومع هالخزعبلات اللي بنعرفها، يا ريت بس بطاقة تعريفية مختصرة عن حضرتك، تفضل. أنا عمران الحلاق من سوريا، من مدينة السلمية، مسلم سابقا من المذهب الشيعي الإسماعيلي. طبعا تنقلت لعدة مذاهب قبل ما أترك الإسلام. طالب خريج معهد حاسوب بمدينة حماة بمحافظة حماة، وطالب سنة ثالثة هندسة حاسوب بتركيا، بس وقفت دراستي لأسباب الشغل وما الشغل يعني. وحاليا عم بشتغل برمجة مواقع إنترنت، وكنت مخرج صحفي سابق. تمام عمران، يعني بحاجتك نحن في بحملة إجهر، معناتها راح تخرج لنا الحملة لازم. بما تكرم عيونك. تسلم يا طيب. عمران، خلينا نبدأ من البداية، من الصغر، مع علاقتك مع الدين، كيف كانت؟ كيف كان شكلها؟ كيف كنت تشوف الله؟ أعطينا حكايتك بكلماتك أنت، تفضل. تمام، هلا بلشت القصة معي. أنا منذ الصغر أنا كان جدي شيخ إسماعيل، ف يعني أنا من عائلة فيك تقول متدينة نوعا ما، لكن بدون تعصب. يعني هذا الشيء اللي خلاني أرتاح بالتعامل بهاي القصص. يعني أنا ما كان عندي مشكلة أسأل عن شيء، حتى مع الوالد، مع الوالدة، مع أي حدا بالعيلة. يعني أنا شخص كنت مؤمن لدرجة إنه أنا مستعد أضرب اللي بيكفر قدامي، لهي الدرجة أنا وصغير كنت. ضلت معي هاي القصة لحتى طلعت على المعهد. بالسنة الأولى كان عندنا مادة لغة عربية، اجتنا قصيدة بالامتحان لأمرؤ القيس، بيقول فيها: دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر. هي القصيدة طويلة شوي، بس أنا وبالامتحان عم بتطلع بالقصيدة إنه هي آية بالقرآن، هي آية القمر، من انشقاق القمر. عمران، عفوا للمقاطعة، يعني قبل ما نصل لمرحلة هي الشك بديت فيها، أنا بعرف إن القصيدة هي أثرت فيك، بس يا ريت تحكي لنا كيف صرت مؤمن، يعني كيف وصلت لمرحلة إنه إذا حدا حكى معك عن الدين تقتله، يعني أو تضربه مثلا، يعني بلا قتل خلينا نقول، يعني كيف وصلت لهالمرحلة؟ كيف وصلت للتدين هذا؟ هاي المرحلة بيوصلوا لها جميع كل طفل بيولد بعائلة مسلمة بصير عنده تقديس، انه من لما بيخلق الطفل بسوريا انه الله ما حدا بيقرب عليه، الله مقدس، الله الله الرسول الانبياء. بيوصلوك لمرحلة انه انت بتخاف حتى تسأل ليش هذا مقدس، فبتصير انت بردة فعلك وفطرتك انه هذا مقدس فعلا، وبصير عندك ردة فعل تانية على أي حدا بيحكي عنه، حتى بانتقاد مو بهجوم. هذا الشيء يعني هذا التبرير المنطقي، مو بس لأي شخص مسلم، لأي رد فعل عم نشوفه بالدول حاليا، الهجمات الإرهابية، إنه أنتوا ولدتوا بهالعائلة اللي عم تقولكم إنه هذا تابوه مقدس. يعني يمكن إذا بيحكي عليه محمد يمكن أنت تكفر محمد، فانه ممنوع الحكي عليه هذا، خلص هذا مقدس. وليش ما بتعرف؟ بس لانه جدي قال لي مقدس، وبيو لجدي قال له انه مقدس، والى اخره. طيب، يا ريت تحكي لنا عن شيء. هلا قلت لي من اسماعيلي، شيعي اسماعيلي. بصراحة أنا ما بعرف شيء عن الإسماعيلية، يعني ومعظم أصدقائنا يعني الأغلبية هن مسلمين سنة، يعني بيجيك القسم الأقل هو إن الشيعة. يا ريت تحكي لنا شوي عن الإسماعيلية، شو هي الإسماعيلية؟ شو هي طقوس الإسماعيلية؟ إذا في طقوس خاصة فيها؟ تفضل. تمام. هلا الطائفة الإسماعيلية هي طائفة من يعني إحدى مذاهب الإسلام الشيعي، يؤمنون بإمامة أهل البيت.
لكن صار الانقسام بيننا وبين الاثنا عشرية بعد موت جعفر الصادق. الاثنا عشرية ايران او العراق مشوا مع الامام موسى الكاظم. الاسماعيلي الموجودين حاليا او ما يسمى عليه النزاريين او اغا خانيين مشوا مع ابنه اسماعيل ابن جعفر الصادق، وظلوا يعني الامامي لحد الان موجوده في عند الاسماعيلي. في امام اسمه حاليا شاه كريم الحسيني او بيسموه الاغا خان. وين متواجدين يعني تقريبا خلينا نقول بالوطن العربي او بالعالم الاسلامي؟ اها، هلا بالوطن العربي مسموع الصوت. مسموع، تفضل. بالوطن العربي متواجدين بسوريا، متواجدين جزء منهم بظن بتونس، جزء بسيط بتونس. بسوريا متمركزين بنهر الخوابي، بيضيع نهر الخوابي بريف طرطوس بمدينة السلمية وريفها. تمام. طيب، موجودين بكندا، بالهند، بباكستان، بالبرتغال، بفرنسا، في جالية منهم. طيب تفضل كمل حديثك عن علاقتك مع الدين من الطفولة، تفضل. تمام. أنا وصلت لمرحلة إنه أنا شخص ممنوع أسأل، مو ممنوع من الأهل، ممنوع من المسجد، من الجامع، من هالقصص كلها، إنه أنا شخص هاي الأشياء مقدسة إلي وما بعرف ليش. كنت أحضر دروس دينية بالمسجد أنا وصغير، كانت نوعا ما أبدا ما أنا منطقية. هلا أنا ضليت ماشي بهاي الوتيرة لحتى وصلت على المعهد مثل ما عم قل لك، لحتى بالامتحان اجتنا هاي القصيدة. فهون بشرح القصيدة بيكونوا عم يحكوا إنه امرؤ القيس كان طالع على الصيد وهرب منه الغزال بهاي اللحظة، بمعنى إنه في غيمة غطت القمر أو صار في خسوف أو شكل معين فما عاد شاف الغزال، فكتب في قصيدة دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر. طبعا امرؤ القيس شاعر مسيحي مات قبل ما يولد محمد ب 30 سنة. أنا هون بلش الشك عندي، فصرت أبحث بقصص الشعر الموجود بالقرآن، فاكتشفت إنه في 4 أو 5 شعراء من شعراء الجاهلية المعروفين، يعني عنترة ابن شداد مثلا في له قصيدة بيقول فيها: فإذا السماء أصبحت وردة كالدهان أو مثل الدهان، في آية بالقرآن تماما: فإذا السماء أصبحت وردة كالدهان، ظن بسورة المائدة. يعني في آيات بالقرآن، إذا كمان لأمر القيس: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هاي لأمر القيس. وطبعا إذا هلق أحد من المؤمنين عم يسمع الحلقة وبده يكتب تشكيك أو ما شابه، فأنا ببساطة بحط له مصادر بالتعليقات بس تخلص الحلقة، مشان ما يقول لي إنه هذه مؤامرة الغرب، مؤامرة الصهيونية، المدري شو الماسونية، بيعملونا ألف قصة وقصة يعني كالعادة. طبعا أنا هون ماني عم هاجم حدا ولاني عم الإلحاد، ما نوع عقيدة، الإلحاد فكر لا أكثر ولا أقل بالنسبة إلي طبعا. طيب، يعني هون لما شفت هالقصائد هي، كيف بلشت بالبحث؟ يعني شو بحثت؟ شو المصادر اللي بحثت فيها؟ شو وين 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 فكرك وداك بعد وش طولت يعني بهالمرحلة هي؟ تماما. هلا انا بلشت مع هاي القصه بظن بال 2009، سنه 2009 كنت سنه اولى بالمعهد بحما. فانا صرت افكر، انا ما كنت كثير مطلع على بهاي الفتره على الطوائف او المذاهب الاخرى بالاسلام، فصرت افكر انه معقول ممكن يكون كل مذهب له قران خاص فيه. صرت افكر بهاي البساطه، فرحت لعند شيخ سني عندنا بالمدينه بالسلميه وصرت ناقشه بالموضوع، فكان ردة فعله عنيفة بشكل إنه مين أنت لحتى تناقش كلام الرب؟ صرت صليت معه لهذا الشيخ حوالي الأسبوع برمضان 2009 بظن، 2010 عفوا. ما اكتشفت أي فرق. رحت لعند شخص شيعي جعفري كان عم لأحد أصدقائي، فأعطاني 5 مجلدات من فقه الإمام جعفر الصادق. أنا اطلعت فيهم إنه بلشت بأول واحد إنه دخيل رب القرآن، الفتاوى اللي موجودة فيه، وإنه شيء يعني
بخجل احكي تماما نفس ما بيحكوا حاليا بفتاوى الازهر المخجلة والمقرفة حقيقة. رجعت هون بهاي المرحلة، صارت في هجمة تفجيرات بالعراق بهذيك المرحلة، وكان كان في قناة عراقية ما عاد أذكر اسمها، كنت أحضرها كتير، يحطوا هاي التفجيرات والهجمات على الجيش العراقي، وبكل هجمة أو تفجير يكونوا حكوا لك أي سطر سطر ونص. فأنه أنا عم بطلع فيهم لهؤلاء الناس إنه أنتوا عم فعلا ما في شيء عم يجيبوا من برا القرآن، فلا شيء يستحق الفكر أو التفكر فيه. دخلت بقصة الآيات هاي، كان الإنترنت وقتها شيء صعب بسوريا، كان عندنا شيء اسمه بطاقات آية بتشتريها ب 100 أو ب 50 ليرة، بتفتح لك بسرعة 46 كيلو، يعني كان إذا بدك تفتح الجوجل يضل 5 دقائق ليفتح، فكان شيء مستحيل كتير. هلأ ضليت هيك لحتى بلشت الثورة بال 2011. 2011 ما عاد فضينا حتى نفكر فيهم. أول 6 شهور بالثورة كان تعرف أنا شخص مهتم بتظاهر، مهتم بأشياء تانية، فلحتى بلشت تطلع الحركات الإسلامية. هلا بحكم كوني من مدينة تنتمي إلى أو مجتمع أقلوي، بالضبط. انا بصراحة اخي عمران، يعني انا لما كانت الثورة وصلت 6 شهور كانت مظاهرات وحماسنا كان الى يعني مثل ما بقول ارواحنا مع الثورة وكلياتنا مع الثورة، بس لما طلعوا هدول كتائب الفاروق والماروق والخازوق وكل كل هالكتائب الدجالة هي، بصراحة أنا كان أخي مع المظاهرات وقال لي لما بلش الإعلام السود نحن انسحبنا يعني من هال. احكي لي هالعلاقة هاي بينك وبين هالفترة هاي لما طلعوا هذول الإعلام السود وبلشوا يطلعوا شعارات عنصرية، شعارات طائفية وشعارات إسلامية، يعني شيء مقرف كان وقتها الفترة هاي. تفضل. تمام. هلا هي بلشت الثورة بمظاهرات، المدينة اللي كنت فيها أنا بتحتوي على نسب متقاربة بين السنة والإسماعيلية، وكان في علوية وشيعة. كان اللي عم يطلع بالمظاهرات بهاي المدينة من كل هاي الأطياف، فما أنا بالبداية ما كان في حدا متخوف فعلا بكل سوريا من حالة طائفية تصير بالبلد، بس يعني بشار الأسد شخص ذكي، عمل حركة بعد 6 شهور من الثورة إنه طالع مثلا زهران علوش، ابو عيسى الشيخ، هاي القادات الاسلاميه كلها طلعوا من السجن وفلتهم بسوريا انه روحوا خلوها تصير اسلاميه، وامنوا طرق يجيبوا سلاح من الاردن، ان كان من تركيا ان كان عن طرق العراق. قادات داعش هي بالاساس من حزب البعث العراقي، ضباط حزب البعث العراقي ومن سجناء ابو غريب وصيد نايع، يعني ما حدا في ينكر هالشيء. طبعا انا هون ماني عم برر انه هني ماني عم يشتغلوا بشيء اصلي بالاسلام، بس اللي فتح لهم المجال لحتى يظهروا هن قادات حزب البعث او حزب البعث بالمعنى الحقيقي. ما اذا بدك ترجع بال2006 بعد ما الولايات المتحده اعتقلت ضباط حزب البعث، حطتهم مع ابو غريب بنفس المعابر والمهاجر، العنابر والمهاجر، مع قيادات سلفيه كانت بالمقاومه العراقيه وبالقاعده، فصار هالتاثير بيناتهم وطلعوا قادات من ضباط حزب البعث بداعش. طبعا حاليا كل فترة بنكتشف انه تم القاء القبض على شخص من المخابرات السورية بداعش، كل فترة بيطلع هيك شيء. على اول 6 شهور اسا حتى اول سنة سنة ونص ما كان في داعش، بلشت تطلع الكتائب الجيش الحر، حتى اسا ما كان في اسلاميين. الجيش الحر كان الهدف منه انه لما بلشت ضرب المظاهرات بريف دمشق وبحمص بالتحديد بهالمنطقتين ببابا عمر، ففي ناس تسلحت، هي حتى ما كان اسمه جيش حر، انا بشوفه كان مقاومه شعبيه بالبدايه، حملوا سلاح وصاروا يحموا المظاهرات، بعدين صار في انشقاقات بالجيش. هون بشار الاسد طالع السلفيين والاخوان وهالقصص هاي كلها. يعني اذا بدك ترجع لتاريخ احرار الشام، احرار الشام في معلومات ما حدا بيعرفه عنه انه في قائد اسمه محمد ابو التوت اظن، اخوانجي تركي من اخوان تركيا، اعتقل بسوريا بال91 وكان مطالب من 82 كان بحماه، اعتقل ونحط بسجن ابو غريب بسجن صيد نايع عفوا. طلعوا بشار اسد ب 2011 وراح اسس احرار الشام، هو المؤسس الفعلي لحركه احرار الشام.
يا شخص حيف اخواني تركي معتقل من 91. يا حيف، بصراحة بصراحة شيء واضح للعيان انه اللي صنع داعش وصنع حتى المقاومة الاخوان المسلمين هذول اللي بسموا حالهم هلا السوار وهالزعبطة هي، في مين يطبل لهم؟ وللاسف الشديد في حتى من الملحدين مين يطبل لهم، يعني يطبل لبشار انه مقاوم للاسلاميين مع انه هو صنع الاسلاميين تماما، يعني وجهان لعملة واحدة، البشار الأسد ولا إن كان السلفيين. جيش حر صار معدود على الأيدي، يعني ليك دارية مثلا امبارح سقطت نوعا ما. دارية هي المنطقة الوحيدة بسوريا اللي ما سمحت للنصرة تعمل قيادات عندها. مثلا بدنا نرجع للموضوع الأساسي، ما بدي كتير بعد عن موضوع الإسلام أو الإلحاد صراحة. اللي فايت. بتعرف يعني أنا بعمري ما طرقت بالبرنامج لهالموضوع هذا، بس في أشخاص معينين يعني هن بيحسبوا حالهم ملحدين ويأيدون بشار، يعني أنا بس بدي يفهموا هالمسألة هي، يعني اللي مأيد طرف إسلامي ضد طرف إسلامي، يعني يؤيد أتباع علي بن أبو طالب ضد أتباع عمر بن الخطاب، يعني بس هالفكرة هاي كنت بدي أوضحها. بس هي تفضل. تماما. هلا حتى لك في شغله موجوده عندنا انا لاحظتها كثير بسوريا وحتى بالبرامج اللي كنت شارك فيها، ملحد سني او ملحد شيعي او ملحد مسيحي. بالضبط بالضبط. حتى في احد الحلقات انا كنت متابع عندكم ببرنامج اجهر، طلع شخص ملحد مسيحي سوري وصار يحكي عن المظلوميه المسيحيه، انه ايه ما حدا بينكر انه هذا الشعب مظلوم، بس انه مو لدرجه اني اعمله افضل من الكل. ما كمان انا ماني كتير متطرق بالمسيحيه لانه خلفيتي اسلاميه، بس هو نفسه بهذيك اللحظه كان عم يقول انه العهد القديم هو عباره عن كتاب دعاره على الخالص. هو نفس الشخص اللي كان عم يعمل المظلوميه هاي اللي عامله. نفس الشيء هلق بنشوف جماعه المظلوميه السنيه والمظلوميه العلويه بسوريا كله مستهدف. هذا نوع من البارانويا انا بشوفه بصراحه. بالضبط بالضبط بالضبط. تفضل أخي، كمل قصتك مع الإسلام. وآسف تمام. هلا بعد ما اعطاني هذا الشخص كتب فقه الامام جعفر الصادق فتاويه، انا هون فت بالحيط انه كل كتاب بدون مبالغه هني 5 كتب كانوا بذكر او 4، كل كتاب 600 700 صفحه، وشي بيخجل شي بيخجل، يعني لدرجه انه اذا بدك تجامع زوجتك شو بدك تحكي، اذا بدك تفوت تتبول او تقضي حاجة بدك في طقوس معينة لهذا الشيء. يعني هذا صار اسمه عبودية بصراحة. أحد الشيوخ بيقول لي راجع الإعجاز العلمي بالقرآن، إنه إيه رحت أنا أدور على الإعجاز العلمي وفعلا فتت على منتديات خليجية بهذيك اللحظة، كان هذا الشيء المتوفر الوحيد على الإنترنت، ما كان استا الفيسبوك منتشر بهال، كنت تابع منتديات. فبيطلع لي قصة الإعجاز العلمي للجنين، إنه الجنين الآية بتقول خلق الإنسان من علق. علق علميا العلقة هي الدم المتخثر، فأنا بعرف إنه الإنسان بيخلق من تزاوج النطفة مع البويضة. فرحت سألت طبيب نسائي كان بسوريا بعرفه، فبيقول لي انه شرح لي عملية التزاوج المبيض مع النطفة، وانه العلق مستحيل يكون، العلق هو بالاساس دم فاسد، كيف خلق الانسان من علق؟ بيرجعوا بيقولوا لك في آية تانية وكسونا العظام لحمة. اما العظام اخر شيء بتشكل بالجنين، طلع بصور الايكو، طلع بصور الاشعة، اخر شيء بتشكل بالجنين هو العظام، كيف كسوته لحمة؟ قصة مثلا الاسراء والمعراج، أنا هون صرت أرجع للشخصية للنفسي، قصة الإسراء والمعراج إنه إجا طائر أو حصان مجنح. جحش الطائر، عفوا جحش الطائر. أنا بصراحة ماني عم حب، ما بدي أحكيها بهي الطرق مشان ما أبين إني عم بتهجم على حدا. لا هو نحن سمينا رسميا بهالبرنامج جحش الطائر. الطائر المجنح، البوكيمون المجنح اللي هو إنه ركب عليه النبي محمد و طلع على القدس صلى بالمسجد الأقصى. طيب ما المسجد الأقصى يا صديقي بناه مروان بن عبد الملك، كيف الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى؟ بناه مروان بن عبد الملك بعد ما مات محمد بمدري كم 100 سنة. شغلة أخرى معقولة أن
طالع معجزة، يضلوا يقولوا له الكفار لمحمد بقريش أعطينا معجزة، يقول لهم ما أنا إلا نبيا مبينا، ما أنا إلا بشرا مبينا. كل الأنبياء اللي إجوا بالروايات اليهودية أو بالروايات الإبراهيمية، المسيح، حتى النبي إبراهيم لما انطلبوا منه المشركين أعطونا معجزة، جاب لهم معجزة عينية، معجزة عينية إنه تفضل هاي معجزة، موسى زت العصاية قلب ثعبان، عيسى أشفى الأبرص وأحيا الميت مثلا، إلا محمد قال لهم ما أنا إلا بشرا مبينا. طيب أنت بشرا مبينا، وأقل شيء كانت هاي الحادثة تبعت الإسراء والمعراج بعتها يعني على العلن، مو العلم نايمة بفيقه بتقول لهم صار هيك، ورحت صليت بالأنبياء بالمسجد الأقصى اللي هو أساسا بني بعد ما مات محمد بمدري كم 100 سنة، مدري كم قرن. الشغلة الثانية بدي أرجع لك على قصة انشقاق القمر، خليني أفترض أنا أنه أمرؤ القيس كذاب، ما في أمرؤ القيس خرافي حدا كاتبه. طيب معقولة انشقاق القمر بقبيلة من قبائل قريش ما حدا شافه أبدا إلا محمد بالليل؟ كل العالم كانت نايمة بهاي اللحظة، ما حدا حس القمر انشق. وكالة سانا حاليا ما شافت هالانشقاق، ناسا عفوا ما شافت هالانشقاق يعني بالرحلة اللي طلعوها على القمر. شغلة أخرى، معجزة الإعجاز اللغوي العربي للقرآن، أن القرآن هو معجزة لغوية عربية مبينة. أكثر من بتذكر اسمه حامد عبد الصمد بظن، شخص ملحد مصري بيعمل برنامج اسمه حامد تي في أو الصندوق الأسود، صندوق الإسلام أو هيك شيء، جاب من فترة شخص بيحكي لغات سامية قديمة، مع انه القرآن ما فقط لغة عربية، القرآن ما كان منقط لما نسخ. فهاي الشغلة عملت مشاكل كتير، يعني في عندك قصص ممكن فعلا نقطة تغير لك معنى آية كاملة وتخرب الدنيا. بدي ارجع لك على قصة الإعجاز اللغوي. طيب إذا كانت الإعجاز، الرواية الإسلامية بتقول إنه المسيحيين واليهود وأهل مصر كانوا شاطرين بالطب الطب والفلسفة، فبعتوا له معجزات طبية نوعا ما، أحيا الميت، زدت لهم الأفعى، قلبة ثعبان، من شان يحاججهم بحشتهم. هو بعته لمحمد بهذا الكتاب من شان يحاجج العرب بحشتهم اللي كانوا معروفين فيها بقريش وبسوق عكاظ، اللغة العربية. طيب إذا كان كذلك، ليش آمنة بنت وهب بعتت محمد يعيش عند بني سعد مشان يتعلم البلاغة، وهو بالأساس من أفضل القبائل وأشرفها باللغة العربية؟ أنا هاي لهلق ما بفهمها. فطمته حليم السعدية، فطمته رجعته، رجعت أمه بعثته لمحمد يعيش عندهم فترة كمان مشان يتعلم البلاغة ويشتد عوده. قريش من أشرف القبائل العربية بلاغة وفروسية وكل شيء، ما حدا في ينكر سوق عكاظ، المعلقات، كل شيء. إذا بتريحني تسأل شي سؤال، أنا سردت كتير. ولا يهمك، يعني انا بس كنت اعلق على انه بعتوه ليتعلم اللغة العربية. هو بصراحة يعني شيء مضحك، يعني شيء مضحك يا عمران. يعني هن بيفتخروا انه العرب، اللهجة القريشية هي العربية الفصحى اللي معروفة حاليا، هي البلاغة وهي الفصاحة وهي كل شيء، ومع ذلك ببعتوه على الصحراء مشان يعني يتعلم اللغة العربية. بس تجي على الواقع، والسبب الحقيقي انه امه كانت تخجل من محمد، يعني انه كان صحيح. أنا بدي أحكي عن هاي النقطة بعد شوي. فيا تفضل تفضل احكي عنها. لا لا تفضل كفي. فهي كنت اوضحها انه ما كان ابن ابوه، يعني ما بدنا نحط كلمات تجرح. وهو بصراحة انا ما عندي مشكلة بهالكلمات هاي، ولكن يعني مرات شوي يخجل الإنسان مرات، يعني تماما مرات يطير منه عرق الحياة، ومرات يرجع لي. ف يعني تماما. السامحة المرة هي رجع لي عرق الحياة، يعني ما بدي أخبص. تفضل. هلا محمد كانوا بقريش ابن ابي كبشه، ما كانوا يسموه محمد ابن ابي عبد الله. طبعا المسلمين هون بيكذبوا كل هاي القصص، على الرغم من انه حتى بتفاسير تاني اصدق كتاب عند 90% من المسلمين والذي هو صحيح البخاري ذكر هذه الاشياء. مثلا انا برجع لمحمد، محمد كان عنده اذا بدك تجيها بتفسير طبي فلسفي،
او طبي نفسي. برجع انا بكرر، ما بدنا نكون عم نشهر بحدا، او ما بدنا الناس يفهموني انه انا عم سب الاسلام. لا يا اصدقائي، انا من خلفيه اسلاميه من قبل، انتم يمكن ما تكونوا بتعرفوا شو هو الاسلام، ودارسه منيح وبعرف شو هو منيح باكثر من مذهب. محمد لما كانت والدته امنه، كان عمره 6 سنوات، كانت عم تحضره من عند قبيله بني سعد، ماتت بالصحراء، وكانت هي كان وحده امه، فصار يبكي على صدره، ضل يبكي عليها، فتشكلت عنده شبه عقده نفسيه، انه يعني صار عنده عقده حرمان من الام. وهذا الشيء اللي خلاه اول امراه تزوجها اللي كانت امنه بنت خديجه بنت خويلد، خديجه بنت خويلد، وايضا تزوج احدى النساء عمرها 70 سنه. كمان بيقولوا لك انه اجته من خديجه اربع ست، انه انجبت منه 6 اطفال. أظن الصوت شوي عندك أخي عمران، راح الصوت أخي عمران، إذا عم تسمعني. طبعا أنا بعتذر أصدقائي من رداءة الصوت، أظن في صار انفصال بال أخي عمران، أو بتمنى لا الصوت براح. طيب اخي عمران اذا عم تسمعني، يا ريت ترجع تفصل وتدخل على الخط، تكون يعني افضل اظن. طيب الاخ عمران راح يكون معنا بعد شوي، ف اظن هو يعني بس فصل الخط. أجان تفضل. فصل النت كأنه رجع دخل عندي. اذا صار معك كمان هيك رجع افصل ودخل، يعني انا بتم بعرف. ايه فصلت ودخلت انا هلا. تمام تفضل. حرجع عيد الفكرة، ما بعرف أنا لوين وصل صوتي. يعني أطفال خديجة بن خويلد بنت إيه، إنه كان تزوجها عمرها 40 سنة وأنجب منها 6 أطفال بالضبط. 45 لما كانت 40 ولا 45 ما تتذكري؟ بال40 يعني، بالعقد الرابع من عمرها. آخر ولد أنجبت له إياه هو أظن طفلة اسمها زينب بعمر 68. اي عقل طبي يتقبل انه امراه عمرها 68 سنه تنجب. الشغله الاخرى، هو كان عنده عقده نقص او عقده حنان من الام، بعد ما تزوج خديجه، تزوج عائشه بفتره، يعني بعد ما ماتت خديجه تزوج عائشه بعمر 6 سنوات، وجامعها دخل عليها بعد 3 سنوات، وكان يجامعها مفخزه. لا، اللي بده يطلع من المسلمين يقول لي هذه القصه غير صحيحه، بده يقول له راجع صحيح البخاري اللي انت بتعتبره ثاني اصح كتاب بعد القران. صديقي عندما حاول بعض المسلمين الجميلين انا بشوفهم مثل اسلام البحيري او سيد القرني، هؤلاء الاشخاص حاولوا ان يجملوا صوره الاسلام، ان يبعدوا هذا التاريخ الاسود، حاولوا يجملوه. الإمام البحيري حاليا بالسجن محكوم 5 سنوات، وسيد القمني مهاجم من كل علماء الأزهر وعلماء الإخوان في العالم العربي والإسلامي. كمان كانت عائشة تتكلم بأنه كان يلاعبك الأطفال، كان يلاعبك، كان عنده عقدة واضحة هذا الشيء. الشغلة الثالثة، أنه كان كل فترة يتزوج يعني على هواء، نزل آية ويتزوج. مثلا قصة زينب بن جحش، كان زوجة ابنه بالتبني، فالأمين بده حط عينه عليه، وقع في الغمى، ثاني يوم نزلت آية منعت التبني. فهون بتقول له عائشة: يا محمد، إني أرى ربك يسارع في هواك. وكمان هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير الطبري أظن. لما عائشة هي الشخص الوحيد اللي كانت عرفانة شو هو محمد، وكيف كانت تنزل آيات على الشيء اللي بده إياه هو. محمد ما بدي يقول إنه كذاب، محمد شخص صادق، لكن أنا بوجهة نظري يعاني من مرض الصرع، أو بمعنى إنه التهيئ الفصام الشخصية، الذي إنه كان في كثير ناس حاليا بنسمع عنهم إنه سمعوا وحي، سمعوا الله عم يحكيهم، سمعوا النبي، شافوا الإمام علي عم يحكيهم، فهدول الناس بينحطوا بمصحات وبيتعالجوا. لكن بهداك الوقت ما كان في هيك شيء.
قصة مثل ما عم قل لك، قصة إنه لما كان ينزل الوحي وقال له إنه أنا الصادق الأمين، هذا الشيء كذب. كانوا ينادوه لمحمد بقريش بقبيلته بابن أبي كبشة، لأنه لم يعرف حتى الآن من هو. عندما مات عبد الله، كانت عبد الله بن عبد المطلب كانت آمنة بنت وهب عند أهلها في تلك الفترة، فكيف ولد محمد؟ كمان أسئلة تستحق الجواب. أنا مشان أخوتنا المسلمين ما يتحسسوا وما يزعلوا اعتبروني جاهل وعم بسألكم هالسؤال، بتمنى بس إنه رد بالتعليقات لا أكثر ولا أقل. هنا بصراحة يعني أخواننا المسلمين مثلنا بتعرف، وكلنا بنعرف مغسول دماغهم بهالشيء المقدس، إنه يعني أغلب المسلمين عم بيتعرفوا على نبيهم، وعلى بيتعرفوا على دينهم من جديد، يعني بفضل الإنترنت. يعني هم عم بيتعرفوا جديد على دينهم. يعني بتجي الأغلبية بيجوا لما بيناقشوك ما بيعرفوا دينهم، وفي عندهم آيات مثل ما بقولوا جاهزة بيجوا بيعطوك إياها، وما هن ما تماما شو تماما. هلا في اكثر من قسم بالاسلام، في اكثر من مذهب بالاسلام السني، خلينا نحكي، ما بدي بعد اكثر. هاي المذاهب نفسها بتكفر بعضها، بعيدا عن الشافعي والحنبلي والفلان والترمذي ومدري شو. الصوفي، روح لعند واحد بالاخوان او شخص سلفي قل له شو نظرتك للصوفي، يقول لك كافر بيعبد المقامات، عندهم كرامات غريبة، بصيروا يألفوا عليهم. روح لعند، خلينا نمشي بطوائف الإسلام، روح لعند أي شخص علوي قل له شو رأيك بالسني، روح لعند شخص سني اسأله شو رأيك بالدرزي، وشوف شو بصيروا يألفوا على بعض. إنه بيقول لك الدرزي كان يعبد العجل، والإسماعيلي عابد الفرج، والعلوي عابد المرأة، وعاد يمكن واحد من المقريان عن الثاني سطر. شغلة تانية، هي قصة المسلمين دي كيوت كثير، تبعت الإسلام دين المحبة والرحمة والسلام. أنا هدول ليش بحبهم؟ عن جد بحبهم كثير، لأنه ما تعمقوا بالدين. لو تعمقوا بالدين كانت مشكلة كثير كبيرة، كان صار عندنا أضعاف اللي عم يصير هلا. وانا هن اوعدك يعني بيشوفوا عمران، انا اوعدك راح يتعمقوا وراح يفهموا وراح يتركوا هالدين هذا، يعني انشاؤه انأبوا يعني عاجلا ام آجلا، لانه هلق صعب تضغط. المشكلة أنا ما فيني أقول لك إنه يصطفلوا هذا دينهم، ما هو دينهم عم يحض على قتلي لأني كافر. في عندك حوالي 80 آية عم تقول لك قاتلوا الكافرين، أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، وإذا بتناقش شيخ سني أو مسلم فيهم بيقول لك إذا ليش ما بترجع للآية اللي قبلها واللي بعدها؟ طيب أنا رح أرجع للآية اللي قبلها واللي بعدها. مين أكيد سمعان أنت أو اللي عم يسمعونا هلق بسبايا أوطاس ويهود بني قريظة. عندما شن محمد الغزوة على يهود بني قريظة، قال له أحد الصحابة أظن عمر، ما أنا متأكد من اللي قال له هالكلمة، قال له أنا أقتل أطفالهم. فبيرد محمد بيقول له أليس منهم؟ بيقول له منهم، بيقول له اقتلوهم. فإحدى النساء اليهوديات تجي لعنده، بيضل عنده ولد قتل لك كل عائلته، تقول له يا محمد قتلت أباه وقتلت أخوته وقتلت أعمامه وأخواله، ألا تتركه لي؟ بيقول له ألم ينبت الشعر على عانته؟ إذا كان عمره 9 سنوات سوف يقتل. تصور، لأنه نبت الشعر على عانته قتله لأنه يهودي. وبرجع بقلين للشباب اللي عم يسمعونا، موجودي بصحيح البخاري، يراجعوا صحيح البخاري. ما بدي أحكي شيء أنا فقط تاريخي، طبعا في شغلات غير صحيح البخاري بس أنا عم بستشهد فيها، لأنه هذا الكتاب يعتبر 90% من المسلمين بيعتبروه ثاني أصح كتاب. بدي اسالك سؤال بهالواقعة هي اخي عمران، استوقفتك شيء مسألة صفية بنت حيي؟ يعني لما بعد ما قتل العشيرة كلها بني قريظة الشاعرة عليها في نفس النهار، بصراحة لا، ما وصل لأسه. على كل طيب خلينا نكمل. كيف وصلت لمرحلة إنه الدين خرافة نهائية، الإسلام خلينا نقول خرافة نهائية، كيف وصلت للمرحلة؟ ولا دخلت غير مذاهب أنت حكيت لي يمكن؟ أنا دخلت بالمذاهب، ما طلعت بأديان أخرى، لكن ببساطة كل إنسان له عقل يفكر فيه. أنا شخص حاليا في بالعالم
حوالي 4000 ديانة، لها 4000 إله، كل ديانة متشعبة عن 5 أو 6 مذاهب. يعني عندك حوالي 12000 مذهب ل 4000 ديانة بالعالم كله. اشمعنى ديني أنا الصح وربي أنا الموجود كله كفار؟ أنا في شغلة بتجنني، أنا في شغلة بتجنني بسوريا كنت عيشها. المسلم ما بيعترف بكتاب المسيحي وبيزدرقه لأنه بيقول إنه مزور، والمسيحي ما بيعترف بوجود نبي بعد المسيح اللي هو محمد، ومتعايشين. بس أنا لأني ملحد وعم قل له إنه أنت ما دينك غلط، مستعد يذبحني اثنين، المسيحي أو المسلم. وهني نفسهم بين بعض، يعني أنا أتحدى سيد القمني ناظر أحد شيوخ الأزهر في إحدى المرات، فقال له شيخ الأزهر ياسر عبد الجليل أظن، قال له أنا المسيحيون لهم ما لي وعليهم ما علي، أنا إذا أراد ابني أن يتزوج فتاة مسيحية فأنا أزوجه. كان يقول له السيد قمني وهل تزوج ابنتك؟ فسكت الشيخ مرد، قال له أنا آكل من ذبيحته، قال له بتزوج ابنتك؟ قال له لا، قال له انتهى الكلام. فكرتي إنه أنا وصلت لأنه الأديان هي غير صحيحة، لأنه لا يوجد دين تطابق مع العلم حتى الآن، إن كان دين الديانات الإبراهيمية خليني أحكي. وبرجع أقول لك أنا ما تعمقت باليهودية وبالمسيحية، أنا خلفيتي إسلامية بحتة، فأنا طلعت من هاي البيئة وشفت هاي البيئة بمذاهبها، طبعا مو بكل المذاهب. حتى لما بقول لك استوى على إنه بنى الأرض بستة، بنى الكون بستة أيام واستوى على السابع، تصفن هيك كيف؟ إنه رفع السماء بأعمدة، في آية بالقرآن هيك، كيف؟ العلم لحد الآن بيقول لك إنه السماء هو انعكاس للبحر، هو شيء هلامي، لا يوجد شيء اسمه سماء. لما بيجيك 5 6 آلاف آية عن آيات رهيبة عن الروح، والعلم لحد الآن بيقول لك لا يوجد روح، يوجد طاقة، جسمك هو عبارة عن طاقة ممكن تنتهي بأي لحظة، لا يوجد شيء اسمه روح. نحن مشكلتنا أو مشكلة المسلمين أو حتى مشكلتي أنا لما كنت مسلم هي في عدم انقبال النقد، عدم تقبل النقد. في آية بتقول لك أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هون كانتا رتقا ففتقناهما، عم يحاول هون الشيوخ المسلمين بيقولوا لك هون عم يحكي عن البينج بانج، انه يخرب بيتكم، نفسكم انتم ضد هاي الظاهره. بيقولوا لك لحد الان بيطلع لك شيوخ على قنوات مصريه بيقولوا لك شيوخ ازهر، يعني هاي المشكله انه هدول شيوخ ازهر، يعني شيوخ معترف عليهم بالعالم الاسلامي، بسنوا بشرعوا القوانين الاسلاميه للعالم كله. هدول الشيوخ بيقول لك إنه نظرية داروين حتى العلماء الذين درسوها لم يقتنعوا بها. طيب أوكي، ممكن تقلي مين العالم اللي ما اقتنع فيها بس مشان أنا أتنور؟ قالوا لك نظرية داروين ما عدا نظرية، صارت فرض، صارت شيء قانون. هاي تدرس بكل جامعات العالم، مين أنت لحتى تجي تقول لي إنه إجا تجيني بالكتاب إنه آدم من طين وصلصال وحواء من ضلع مكسور من ضلع أعوج مدري شو الآية. نفس الوقت هاي كلمة المرأة، هاي إنه آدم من حواء من ضلع، ماني ذاكر شو الكلمة، بمعنى إنه ضلع مو مستوي، وهو حواء من ضلع أعوج يعني على أعوج هاي هي الكلمة. بقلوا لك المسلمين الكيوت أصدقائنا اللي بحبهم كتير أنا، إنه الإسلام أكثر دين كرم المرأة. حلو كتير، وين؟ أنا بقول لك وين، مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أحاديث عن محمد مذكورة، برجع بقول لك بصحيح مسلم والبخاري، بيقولوا لك إنه إذا المرأة تمردت، ماني ذاكر شو الكلمة، بس إنه إذا المرأة تمردت على زوجها فليهجرها. والهجر هون بالتفسير الصحيح البخاري، الهجر بتفسير صحيح البخاري له شقين، أول شق إما أن يترك فراشها وما عاد إنه ما عاد يقرب عليها، والشق الثاني أن يربطها ويجامعها اغتصابا. يعني أي دين يمكن أن يتقبل هذا الشيء؟ أنا بدي أسأل أي مسلم، أنت بتقبل تزوج بنتك لشخص حتى لو أنه نبي بعمر 6 سنوات؟
أتحدى أي شخص مسلم الآن يكتب لك على تعليق من التعليقات أنا أقبل. إذا أنت تقبل فأنت شخص مريض، مين ما كنت تكون إن شاء الله تكون أبي. لا يوجد شخص. عمران، خلينا نقول مثلا مين هو أكبر شيخ في العصر الحالي الموجود، يعني خلينا نقول الموجود الخرضاوي، هذا الخرضاوي والحيواني، هل تقبل إنه تزوج بنتك للخرضاوي هذا أو للحيواني؟ يعني هل تقبل تزوج بنتك عمرها 6 سنين تعطيها يفاخذها ليصير عمرها 9 سنين يدخل عليها بكل معنى الكلمة؟ مثل ما قال الأخ عمران، يعني نتحدى أي مسلم يقول إيه أنا، يعني وأنتم بتعرفوا إنه اللي يقول يعطي بنته عمرها 6 سنين مشان واحد بعمر 50 53 سنة يفاخدها لحتى تصير عمرها 9 سنين يدخل فيها، هذا شخص مريض يعني اللي بيعطي مرض. تماما، هذا عنده مرض، ليس مرض عضال، هذا مرض نفسي كبير، هذا بده مصحات، بده يعيش سنين بالمصح او بشيء بمكان معين لحتى يتعالج. هو ما ذنبه محمد انه عمل هاي الاشياء؟ هو كان عنده عقده اجته من نبذ امه له، من وفاه امه وتركه بالصحراء، او لما ماتت هو معه على صدره، كان عمره 6 سنوات، من نبز قبيلته له. قبيلته ما كانوا ينادوا له محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله او محمد كان طلب ايد ابنه عمه ابو طالب، ابو طالب رفض وزوجها لشخص تاني. تساله البنت بيقول لها ازوجك لرجل كريم. كان محمد ينادوه بالمدينه بمكه، كانوا ينادوه غلام ابي طالب لما كان عمره 30 40 سنه. غلام ابي طالب، الغلام كانت باللغه العربيه بقريش اما للطفل الصغير واما للعبد، ما كانوا معترفين عليه. صحيح، في تناقضات غريبه بالقصه المحمديه، ما راح اقول بالدين هون، هون انا ماني عم بحكي عن الدين، عم بحكي عن الروايه التاريخيه اللي وصلتنا عن طريق الدين. في شغلات انت ما فيك، يعني مثلا الايات اللي كتبها محمد ورجع مسحها حذفها وما وجدها بالقران. انا بدي اسال اي مسلم، انت كمسلم صار لك 20 سنه 30 سنه مسلم، ما بتخجل على حالك 30 سنه عم ترد تبت يد ابي لهب؟ شخص عم انت عم تسب شخص هون، اي تبت يدا ابي لهب، اجت رد لانه محمد ابو لهب قال له محمد تبا لك يا محمد، الله فورا رد له هيك بالقدره السماويه، فورا اجت وتبت يدا ابي لهب وتب. وكنا نقولها بالصلاه ورا الامام ونرددها وبكتب الديانه الاسلاميه بالمدارس، انه عادي شغله، انه عم نسب نحن، هذا الدين اللي بخلينا بس نسب. خلاص ابو لهب مات من 1400 1500 سنه، حلوا على الرب وللزلمه كمان. صدقني عمران، صدقني يعني اغلب المسلمين ما بيعرفوا انها شتيمه اصلا، يعني هن يرددونها انه شيء مقدس وانتهى، يعني ما بيفكروا فيها كشتيمه ولا كشيء، يعني اذا بدك تبرر عم يزل القران يعني حدث بلا حرج. الاسلام دين المساواه، عم يزل ابو لهب بانه امراته حماله الحطب. دين العدل عم يسب انه امرأته حمالة الحطب. عم بيعيرها. ليش؟ بيقولوا لك لانه حرقت الحطب تحت اقدام محمد او زتت عليه القمان. هاي قصة. حاليا انا اكثر شخص بشوفه متصالح مع نفسه بالدين الاسلامي هن الجماعات الاسلامية المقاتلة بالعراق وبسوريا، ان كان داعش او النصرة. لحد الان ما شفنا جريمة قتل قاموا فيها مانا موثقة بآية. لحد الآن ما شفنا شيء عم يعملوه خارجي عن الشريعة الإسلامية. لم يوجد عالم إسلامي واحد كفرهم من علماء السنة، قال هدول لا يمثل الإسلام، باستثناء مين؟ مفتي سوريا أحمد حسون، وكفرهم لغايات سياسية. ولحد الآن نعرف نحن أنه النظام السوري استعم يفظع بالبشر أكثر من داعش وأكثر من 1000 منطقة حدا تاني، بمباركة حسون اللي عم يكفروا شيوخ الأزهر، شغلة سياسية. حتى الآن لم نجد عالم شيعي كفر حزب الله، لم نجد عالم شيعي كفر قوات الحشد الشعبي والباسيج في العراق. واللي بكفرهم بيكون ما فهمان دينه. أنا بعرف شو عم الفكرة كيف، لأنه هدول مقاتلين حزب الله بيروحوا بيذبحوا لك أطفال مثلا بالقصير، يا حسين وفدى الحسين. الزلمة مات من 1400 سنة وأنتوا اللي قتلتوه مثلا، وين رايحين بالزحمة؟ ترجع الداعش
حرق معاذ الكساسبة من فتوى من فتاوي ابن تيمية المعترف عليها بالسعودية، قص الروس، الموت غرقا لما عملوا إصدار غرقوا 4 مقاتلين من الجيش العراقي، هاي من فتاوى ابن قيم الجوزية المعترف عليها بالسعودية. لحد الآن كل شيء قامت به داعش هو شيء يدرس في الدستور السعودي بالمملكة العربية السعودية من فتاوى ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وأتحدى شخص شيخ في السعودية أن يقول هذا الحكي كلام غير صحيح، لأنهم نفسهم بالسعودية كانوا يقطعون الرؤوس في الساحات تطبيق حد القصاص وقطع الأيدي للسارق والرجم للزاني. ولا زالوا على كل إن اصدقائي، انا بحب اذكركم انه يا ريت تعلقوا تحت الفيديو تعليقات، وجدنا شويه تعليقات، وراح افتح السكايب كمان، ويا ريت بتمنى مشاركاتكم. طب خلينا نروح لمرحله الالحاد. كيف دخلت، خلينا نقول خلصت من مرحله الديانه، صرت ملحد، شو كان احساسك، شو كان شعورك لما وجدت حالك مثلا بفراغ، خلينا نقول انت يعني كنت تقدس شيء وشفت هالقدسيه هي كلها انتهت، فالناس بيتهمونا انه بصل ما عندك فراغ، بصير عندك فراغ، كيف شفت حالك بوضعيه الالحاد؟ بدك الصراحة أنا ما شفت حالي بفراغ أبدا، أنا كنت عم مارس شيء تركته وصرت عم مارس شيء تاني. يعني أنا بمرحلة الإلحاد إجتني بالإلحاد الكامل، إجتني بالثورة، وأنا مثلا صار لي 3 سنين مسافر برات البلد، أنا بتركيا. أنا بهال3 سنين ما فضيت إني أفكر بالإلحاد، ما فضيت أفكر بالإيمان. مثل ما قلت لك الإلحاد ما نوع عقيدة بالنسبة لي، الإلحاد فكر معين. أنا لحد الآن ما فرضت على حدا إنه ألحد أو ما فرضت على حدا إنه أترك دينه. انا حدا بيفتح نقاش بناقشه، يعني بناقشه للصبح لتاني يوم لشهر، بس ما رحت لعند حدا قلت له اترك دينك، دينك مو صح. لما بده يقول لواحد دينك مو صح بيجي بالحجج العلميه، بيجي بالحجج التاريخيه المغلوطه الكاذبه. لحد الان في عندي صديق هون مسلم، هو حاليا عم يسمع الحلقه، بعثت له الرابط. انا كنا مرة قاعدين هون بالبيت وعم يحكي لي على معجزة الإعجاز العلمي تبعت الجنين، وكسونا العظام لحمة وخلق من نطفة وعلقة. جبنا له فيديو تصوير شعاعي إيكو، شوف كيف بتشكل. ولا قال إيه، ما عاد يعرف يحكي، تلعثم. قال على فكرة يمكن يكون حكمة لا يعلمها إلا الله. طيب يعطيك العافية، شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ يعني انا بكذب عيني لصدق شخص ما بعرف اذا هو موجود ولا لا، ولا كذبه ولا حقيقة. كيف بتعلق على هي لا حكمة لا يعلمها إلا الله؟ يعني ما دام إذا حكمة ولا يعلمها إلا هو، ليش بيعطينا إياها؟ يعني ليش مثلا، يعني كل أشياء لا يعلمها إلا الله، طيب ليش بيعطينا إياها؟ إذا ما بي هو وحده بيعرفها وما بده يقولها لحدا، ليش بيعطينا الحكمة هي يعني؟ علق لا يعلمها إلا الله، هي سبب كبير بترسيخ إلحادي، بترسيخ عدم إيماني بالرب. لأنه إذا بده يجي رب يبعث لي أشياء أو آيات أو أي شيء غير معروف وحكمة لا يعرفه الله، بده دراسة. مثلا في آيات بيقولوا لك إلى ارتباطات بآيات تانية وإلى بصور تانية حتى وإلى شغلات ما خلف. هلا مثلا الشيعة أو المذاهب الشيعية كافة بيقولوا لك إنه هن بيآمنوا بما وراء الآيات، بغيبيات أو ببواطن الآيات. شو هالإله اللي باعت لي آية بدي فك شفرة لأفهمها؟ مو كل البشر علماء لغة عربية. صح نزل القرآن بقريش اللي كانوا فطاحلت وجهها بس اللغة العربية، لكن الإنسان كما يقال، الإسلام كما يقال دين كل زمان ومكان. انت كمان بدك، اذا بدك تنشر الدين، اذا فعلا هو دين الحق، بدك تنشره باوروبا وبامريكا وبافريقيا وباسيا وباسرائيل. وين رايحين بحالكم انتم؟ يعني اللغة العربية فطاحلت، اللغة العربية، ما كل لغة لها فطاحلة، وكل تماما. واحد برجع بيحب. بقول لك فطاحلت اللغة العربية، بعثت امه لمحمد ليتعلم اللغة العربية عند بني سعد. ويعني بصراحة عمران ما دخل اللغة هي وسيلة تواصل، يعني هلا مثلا خلينا نقول باللغة الصينية، تماما، بس فطاحلة الاسلام، كانت اللغة الصينية يعني. القران جاي بلغه عربيه، اللغه العربيه الاصليه، ما فينا ننكر هالشيء. القران مكتوب بلغه عربيه اصليه. محمد ليس امي كما يقال، محمد لقب بالامي، في لقبين له، اول لقب بانه هو من ام القرى، او اظن اسمه ام القرى،
في تفسير ثاني بيقولوا بأنه أمي أنه ليس كان لم يكن عارفا بالدين، لما قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ، أنه ما بدي اقرأ، ما قال له لا أعرف القراءة أو أنا لا أقرأ. آسف، أنا بس فتحت السكايب أصدقائي، وأنا بتمنى مشاركاتكم، يعني تشاركوني مهم. بالسكايب. وعلى كل حال في عندي تعليق راح أقرأ من صفحة اليوتيوب، بس في الأخ حسام عم بيقول: صاير هالفترة بسوريا موجة إلحاد بين السوريين، أعطيني أسباب تخليني أقتنع إنه هي ما هي منها موجة مؤقتة وبتروح مثل كل الموجات يلي بيلحقها غالبية الناس. يعني مثل لما طلعت موجة المسلسلات التركية كل العالم تبعتها وبعدين نسيتها بعد 5 6 سنين، هلا فعلا هي قناعة صارت عبر السنين وترسخت، أم هي مجرد موجة؟ كيف بتجاوب للأخ حسام؟ الأخ حسام هو صديقي اللي كنت عم بحكي لك عليه. اورايت، اوكي، تفضل. اذا أول شيء بدي أوجه له تحية. ثاني شيء عم يحكي إنه موجة مثل موجة المسلسلات التركية، إذا بنرجع لفترة الأربعينات أو الخمسينات الستينات أيام انتشار الحزب الشيوعي بسوريا قبل ما يجي حافظ الأسد وينهي وجوده العمل السياسي تبعه، كانت منتشرة هاي القصص بس ما كان في تواصل اجتماعي وما كان في نت. ما في ينكر الأخ حسام انتشار، والأخ حسام من مدينة مصياف وبيعرف كانوا منتشرين وكان في معتقلين سياسيين شيوعيين بهديك المدينة كتير، ما في ينكر إنه كان في ملحدين. لا يا صديقي حسام، بحب بشرك إنه ليست موجة، لأنه لو إنها موجة كنا قلنا حاليا إنه داعش موجة. نحن ما عم عم ننشر حالنا كدين أو كعقيدة، نحن فكر يا صديقي حسام. نحن مجموعة ناس هدفنا الأساسي ليس التكذيب أو التشهير، أو هدفنا أنه نحكي حقيقتنا. أنت يا حسام كمسلم إذا بدك تطبق الإسلام تقتلني كأني كافر، أنا مرتد، بالنسبة إليك أنا أذبح، يقصع رأسي ويعلق على باب أي مدينة، وربما تقطع أيدي وأرجلي من خلاف كمان مثل ما عمل محمد نبيك باليهود. أنا بس بدي أسأل الأخ حسام، بتمنى يرجع يكتب تعليق، أنا كمرتد عن الدين شو حكمي بالنسبة إله؟ هلا أكيد رح يكتب لي حسام على العام إنه الله بيحاسبك، مشكلتك بينك وبين ربك، بس لا يا أخي، أنت كمسلم بدك تطبق الشريعة الإسلامية، طبق علي أنا كملحد وكمرتد مو كملحد. بغض النظر يا عمران عن المسألة، أنا عندي رأي للأخ حسام، وأنا بتمنى يوم من الأيام أستضيفه هون ببرنامج الجهر بالإلحاد. يعني وهو أنا متأكد، يعني حتى إذا ما استضفته هو راح يلحد، يعني آجلا أم عاجلا. الموجة الإلحاد هي هو يعني إذا سميناها موجة سميناها ظاهرة، التسمية ما لها علاقة، العبرة بالمسمى. الشيء الصاير هلا هو كله بسبب العلم. العلم اخترع الانترنت. الانترنت شو سوى؟ سوى افلام وثائقيه، وزع الكتب. العلم وصل لمرحله انه نبش كل هو عم يحكي عن الالحاد، هو عم يحكي عن الالحاد وانتشاره بسوريا حاليا كالمسلسلات التركيه، هي اهانه لنا، هي بلا مقطوع بحديثك، هي اهانه لنا. انت رجع على تاريخ سوريا. بس خليني اكمل فكرتي، تفضل. خليني اكمل فكرتي. يعني الموجة اللي كان عم بحكيها، بغض النظر عن المسمى، بغض النظر عن التشابيه اللي شبه، هو هذا بيخصه له وبيخص ثقافته وفهمه للواقع، بس الواقع الحقيقي هذا مسألة الإلحاد ما هي صايرة لا هي بسوريا وحدها، لا هي بمصر وحدها، لا هي بسعودية وحدها، ولا هي بالعالم الإسلامي وحده، هو في كل العالم، في كل أرجاء العالم. هالهجمة الإلحادية، هالموجة الإلحادية، هالظاهرة الإلحادية، شو سميها، بسبب الإنترنت، بسبب كثافة المعلومات اللي جابها الإنترنت للناس، وبحبش كل هالأسئلة هاي عن كل الأديان، عند المسيحية، عند البوذية، عند المسلمين، عند السقراطية والمقراطية، وكل هالأديان هاي. فالمسألة مسألة بين نحن في زمنين، زمن العلم وزمن الجهل، زمن التخلف والأفكار الغيبية والخرافات، وزمن العلم. نحن في مفصل، فهذا هو الواقع اللي عايشينه.
أخ حسام. طبعا الأخ عمران أظن فقدنا الخط معه، ولكن على كل حال رح نقرأ بعض التعليقات. في الأخ عبد الله عم بيقول: عندي سؤال قد يكون خارج الحلقة، هل تعرفون أن شذوذ مجرم في أوروبا، أوروبا الشرقية وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية، إذا كان عندكم رد؟ عندي سؤال قد يكون حلقة وخارج الحلقة، هل تعرفون أن شذوذ مجرم في أوروبا شرقية وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية، إذا كان عندكم رد؟ هذا هو سؤال. شوف، ما فهمت شيء من السؤال بصراحة. عندي سؤال: هل تعرفون أن شذوذ مجرم؟ يعني بصراحة سؤال غير مفهوم. وشو هو السؤال؟ أنا ما فهمت شيء. أنا بتمنى الأخ عمران يكون معنا. الأخ عمران لسه ما أجاب، وبتمنى يجي بسرعة. طب أشوف إذا في أي أخ عمران. أنت معنا؟ أجان فصل ففتحت من الموبايل. ولا يهمك ولا يهمك. سامعني؟ سامعك. أخي عمران، خل ندخل مرحلة الجهر. أنت إيمت حاولت تحاول حادك قدام معارفة أو بشكل من الأشكال حاولت تجهر حادك؟ أنا من لما صارت معي فورا، يعني أنا ما خبيت وما خجلت. أنا ما أبداً ما بخجل من هالقصة، حتى أني كنت أشتغل أنا بإحدى المؤسسات هون بتركيا، أنا كنت الملحد الوحيد وكنت أحكي فيها وما أخجل منها وما خفت منها أبداً. شو رأيك فكرة الجهر؟ شو رأيك الجهر بالذات؟ كيف بتقيمها؟ كيف نصر لها؟ ما عم بفهم عليك. فكرة الجهر بالإلحاد. جهر بالإلحاد يعني مثل لما بجهر أني أنا مثلا بعثي أو أنا شيوعي أو أنا مسلم أو أنا مسيحي، يعني ما هذا فكر خاص فيني بالنهاية. بس شو أهميته؟ نحن ما عم نحكي كل عن خاص، بس أهميته في شغلة، في شغلة أخ جان. أهميته بمعنى أن ما مو بمعنى انه اهمية انه انا فرجي الناس اني انا ملحد، لا فرجي انه انا اللي اهمية، لا، اهميتها شغلة اسمى من هيك بكتير. حاليا مثل ما قلت لك، لم نجد اي شخص كفر داعش ليثبت لي انه داعش ليست اسلام، ولا يوجد اي شخص الا المسلمين العاديين. بس انا اتمنى عالم مسلم، عالم شيخ مسلم معروف له تأثير. المشكلة انه الاسلام بتعاليمه بآياته بشكل عام عم يحض على قتل من ليسوا مسلمين. مثلا المسيحي اذا ما بيدفع الجزية بده ينقتل، اذا ما اسلم وما دفع الجزية بده ينقتل، وهذا شيء واضح بآية مبينة بالقرآن. وهذا الشيء اللي عمله محمد فيما مضى، وهذا الشيء اللي عملته حاليا داعش بالرقة، سبايا من هم من ليسوا مسلمين من غير دين الكتاب، يعني من غير الآلهة السماوية، من الأديان الإبراهيمية يسبون. هذا الشيء الذي فعلته داعش في الأيزيديات، من يستطيع أن ينكر أن كل شيء قامت به داعش حتى الآن قام به محمد في عهده، وقاموا به الخلفاء الراشدين في عهدهم، وقاموا به العباسيين والأمويين والفاطميين إلى آخره في عهده. بلاد الشام لم تكن عربية، جاء إليها الإسلام واحتلها وفتحها ونشر هذا الدين فيها. مصر احتلها عمر بن العاص، ثم احتلها بعده الفاطميون، وجاء صلاح الدين، وقصة احتلالات وحروب. فلسطين لم تكن للمسيحيين ولم تكن للإسلام، كانت لليهود. جاء الصليبيين ارتكبوا فيها أبشع المجازر واحتلوها، جاء المسلمين بعدهم وكفوا. دين كله حروب وقتل وآيات تحض على قتل من ليس موالي لهم، يستحق أن نجهر بأننا ضده. أنا أستغرب من أشخاص هم خرجوا ضد بشار الأسد وضد ظلم بشار الأسد، وهم يقبلون بهذه الآيات التي تقتل وتذبح. بكل تأكيد أخي، بكل تأكيد. يعني المشكلة يا فينا أخي عمران إنه دكتاتور بيطلع وممكن بيدفعوا حياتهم ثمن، ولكن الخرافة اللي سببت بوجود هيك دكتاتور، بوجود التخلف والفقر هذا وكل هالشيء، ما بفكروا بس مقدس. يعني
لا تماما، في شغلي اخجان بعض الشعوب من الفقر اللي عاشته ومن الاضطهاد اللي عانته، صارت تدور على اشخاص تلجأ لهم، على معتقدات تلجأ لها. يعني مثلا القمع اللي عاشوه المسلمين ما فينا ننكره، كمان القمع اللي قام فيه مثلا حافظ الاسد على المسلمين السوريين بالثمانينات ما حدا فيه ينكره، كمان كان في اجرام اكثر من اجرام. فهود الناس صار بدهم شيء يلجأوا له، حتى من قبل حافظ اسد ومن الاف سنة، من حوالي 1000 سنة في شيء ناس عم تضطهد بدها شيء تلجأ له، فلم تجد الا الله. انا الجأ الى الله، بدعي له بشيل النظام، بدعي له لله بيحقق لي امنياتي، وهذا اللي عم يصير. كمان في شيء نفسي عند الناس، انا ما فيني انكر لك انه كمان المسلمين تم اضطهادهم بشكل عنيف. طيب صراحة يعني الموضوع موضوع الدكتاتوريات وعلاقته بالدين مسألة كثير يعني عميقة بصراحة، وبدها دراسات للأسف. يعني العلاقة الحقيرة بقدر أسميها يعني. خلينا بس بدي شغلة منك أخي عمران، إنه أنت كملحد اليوم هل بتشوف انه واجبك توعي هالناس هي انه يا جماعة دينكم دين تخلوا؟ أخجان ما عم بسمعك. انا طيب ما بعرف كيف بدي اوصل لك اذا عندك مشكلة بالصوت ممكن تحط بس السماعات. عم تسمعني يا جان، ممكن تعيد السؤال؟ ممكن عم تسمعني هيك؟ هلأ سمعتك تماما، بس تمام. بعد إذنك إذا بتطفي الهي، أنا طفيتها لأنه صار شوي الكونكشن ويك. انا من عندي ما بأثر لانه عندي الكونكشن قوي، فخليك انت أنا طفيت الفيديو. الكاميرا ما في مشكلة. بس بدي أسألك سؤال، انت كملحد هل بتشوف انه من واجبك توعي هالناس هي اهالينا الموجودين بكل مكان المسلمين انه هن يعبدون خرافة، وهالخرافة هي سبب دمار بلدنا ودمار البلدان الأخرى ودمار وتخلفنا وكل هالمشاكل اللي عايشينها؟ هل بتريد إنك توعيهم؟ هل بتشوف إنه واجبك إنك توعيهم؟ تفضل. أنا سمعت نص السؤال بس راح أفتح من الموبايل ثواني مشان. طيب، ولا يهمك ولا يهمك. أصدقائي أنا بشجعكم إنه تتصلوا، بشجعكم كمان تعيفوا تعليقات. يعني خلونا نشترك بهالأفكار، بأفكارنا نشارك أفكارنا مع بعض. يعني أي أخ جان، فيك تعيد السؤال هلا؟ طيب خلي هلا سمعناك تمام. تمام، خليني أعيد السؤال. أنت كملحد هل بتشوف إنه من واجبك توعي أهالينا المسلمين انه يا جماعة انتوا عم تعبدوا خرافة، وهالخرافة هي سبب كل مشاكلنا وكل تخلفنا؟ اخي عمران سمعاني؟ عمران اذا ما بعرف اذا بتقدر تفتح الموبايل بيكون أفضل. يعني إذا بتفتح الموبايل من لأنه يا أخ جان أنا كتير آسف، هلأ قلبت على الداتا، هلأ قلبت على الداتا تبع الشبكة أسرع من الراوتر. خليك على الموبايل، خليك على الموبايل تمام متوفر. السؤال كان ما بعرف، ما سمعته. لا والله. طيب أنا سؤالي كان هيك، هل ترى أنه من وعي أهالينا المسلمين يا جماعة أنتم عم تعبدوا الخرافة، وهالخرافة هي سبب تخلفنا هلا؟ أنا كملحد بشوف أنه لازم أطرح فكرتي، ممكن بعض الناس تقتنع فيها، بس أنا للأسف من اللي عشته هون واللي عشته بسوريا قبل ما أطلع بحوالي سنة، شيء متمسكين فيه الناس من 1400 سنة، شخص متمسك بهالفكرة من لما خلق إنه هي الفكرة صح وكل الأفكار التانية غلط. مستحيل مستحيل أنا كشخص
اني اقنع شخص تاني بهي الفكرة. للأسف مثل ما قلت لك أحد المرات فرجيته صورة إيكو أشعة بيقول لي حكمة لا يعلمها إلا الله. سمعني جا؟ أنا أسمعك بس أنا سؤالي مو قادر، أنا سؤالي أنا أشوفه قادر. جايك بالحكي، جايك بالحكي. أنا طبعا من واجبي وبشوف أنا أخلاقيا إنه لازم وعي الناس إنه أنتوا أشخاص عم تعبدوا شخص لحد الآن العلم ما أثبت إنه موجود، فقط روحانياتكم اللي بتسموه أنتوا روحانيات عم تثبت إنه موجود، عم تخليكم تتهيئوا إنه موجود. لحد الآن أنتوا ماشيين على شيء عمره 10,000 سنة من أيام النبي إبراهيم، إنه في رب وعم لحد الآن ما عم تعبدوا شيء. حاول أعطيني دليل واحد إنه موجود لحتى أنا أمشي معك وأقول لك موجود، وممكن صير شيخ سلفي إذا بدك، بس لحد الآن أعطونا هالشيء. ونحن انا بشوف انه واجبي فعلا وطبعا وانسانيا واخلاقيا انه بين لهم انه هن عم يعبدوا شيء لحد الان ما في اي دليل على وجوديته، عم يمشوا على تعاليم دمويه لا تفرق عن تعاليم عن صدام حسين وبشار الاسد وحافظ الاسد باي شيء، لا تفرق عن بوتين ورئيس كوريا الشمالي باي شيء. للاسف للاسف طبعا واجبي، لكن للاسف انا لحتى الان لم اقدر أن أفعل هذا الشيء. صراحة يعني أنا يعني الحلقة وصلت لنهايتها عمران، في عندك كلمة أخيرة أو تحب مثلا خلينا نسأل سؤال قبل الأخير، أنا هلا تذكرت. اتفضل. كيف بتشوف مستقبل المحللين؟ أو فكرة الإلحاد، الإلحاد موجود من ما قبل الإسلام. الإلحاد صديقي فكرة قائمة لا يمكن أن تنتهي، لأنها فكرة قائمة على أمور علمية، على قوانين ثابتة، ليس على قوانين غيبية مغيبة لا يمكن أن نثبتها حتى الآن. إذا بنرجع للماضي، جميع العلماء والفلاسفة العرب الذين يتشدق المسلمون بأنهم مسلمون، قام المسلمون وخلفاء المسلمون نفسهم بقتلهم بتهمة الردة والإلحاد، أمثال جابر بن حيان وابن سينا وعمر الخيام وإلى آخره. الإلحاد لا يمكن أبدا أن يتوقف في مرحلة معينة، لا يمكن أن ينتهي. لكن بصراحة أنا متخوف على مستقبل الملحدين في الشرق الأوسط. ممكن حاليا شخص يسمع الحلقة، ولد عمره 15 سنة، يشوفك كافر، يشوفك بالشارع يضربك سكين ببساطة. أنا ماني متخوف على فكرة الإلحاد، لكن أنا بصراحة بخاف على أشخاص الملحدين. من الضرر اللي ممكن يصيبه، طالب سيد القمي، إسلام البحيري بالسجن، أحمد حرقان الله يعينه، مدري كيف وين عايش هلق، كيف متخبي يمكن. صراحة هذا أنا أرفض الرؤية هي بصراحة يعني، وأنا أحترم روح لكن لا أتبناها نهائيا. أجبن من يقدروا المشكلة اللي تواجههم أصلا هو هذا علم جاي بضخم ضخم جدا 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 خلال الانترنت يعني انا بعول كثير على عقول الشباب انا بصراحه يعني مو عم نساوي شيء منافي للعقل في العقل اكد اللي عمره 15 سنه راح يفكر 50 الف مره بالمره يعني قد تواجهنا مشاكل بس ما اظن يعني كل مشاكل حقيقية انا اظن ان المستقبل هو للموحدين والفكر العلمي احكي على منطق العلم فقط العلم مقابل تماما. والإلحاد مبني على قوانين علمية لا غير، هذا الشيء اللي بيضمن لي استمراريته. انا بس انا مثل ما عم قلك انا بخاف على الاشخاص، يعني ما فيك تقول اجبن من انه انت يمكن لو تجي تعيش بتركيا شهر بتشوف شوفات يمكن بسوريا ما راح تشوفها. انه
التجمع للاخوان، مرتع لمن يدخلون ويقاتلون بسوريا في الكتائب، هدول كلهم عم يشكلوا خطر على الاشخاص هاي. طيب يعني بسوريا بنشوف واحد عمره 15 سنه حامل سلاح وعم يقاتل. اكيد اكيد هذا، بس يعني يمنعهم انه نتكلم طبعا لا انا لا انا لا الخوف انا انتهى. ما قصدي انا ما قصدي انه نخاف ونسكت، بس دقيقه صدقني ونسكت عمران في لندن، يعني المنطقه اللي انا عايش فيها، فكر حالك عايش فيها، لا تتصور ان ممكن يصير لك مشاكل، ولكن الخوف هذا يتعزى تحت قدامك صراحه. يعني صحيح. طيب اخي وصلنا لنهايه الحلقه، اذا في عندك عندك كلمه اخيره او تمام. الكلمة الأخيرة بدي أوجهها لأخوتنا المسلمين اللي عم يسمعونا. نحن ما قصدنا نشهر، ما قصدنا أبدا إنه نقزم أو نحقر إلهكم أو نبيكم. نحن جماعة عم نحكي بشيء علمي، بشيء تاريخي، بتناقضات عم نشوفها عم نعيشها. قبل ما حدا يجي يهاجمنا كالعادة ويسبنا ويكفرنا وكذا، أنا بعتبر حالي كافر طبعا وما بخجل من هالقصة، بس قبل ما يجي حدا يكفرني أو يقول لي أنت فلان وكذا، بتوصل معه المرحلة لحتى يقولوا لي إنه أنت ابن زنا، الإهانات مردود علي. أنا ببساطة بقول لهم أعطوني شو عندكم دلائل وقرائن تجابهونا فيها، نحن فقط عم نفرجيكم التناقضات اللي موجودة عندكم والإرهاب اللي موجود عندكم، اللي أنتم أساسا نفسكم مو مكتشفينه إذا بتتعمقوا. بكل تأكيد راح يتأكد، أنا متأكد راح يتعمق وراح يتعمق وراح يتعمق، لأنه مستحيل تم الفكرة من الخرافي يعني استلم الساحة، الفكر الخرافي راح مستحيل الفكر الخرافي يقاوم العلم. طيب أخي أشكرك كثير وشكر وقتك الطيب اللي أعطيته، وشكرا. لا ولا يهمك، شكرا لك حبيبي شكرا على شكرا لكم اصدقائي. طبعا في بعد ساعه تقريبا ساعه ونص من هلا في عنا حلقه ثانيه مع الاخ صالح من الاردن، مجاهر جديد، بتمنى تكونوا معنا. طبعا الاخ صالح من خلفيه اسلاميه، من خلفيه مسيحيه اسف، وبتمنى تتابعونا مع الاخ صالح وتجربه الاخ صالح. شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، شكرا.